بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين. أشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين، اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلَّم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، أينما كنتم أحييكم بخير تحية، بتحية الإسلام. السلام عليكم جميعاً ورحمة الله تعالى وبركاته. درسنا في هذه الجمعة المباركة حول الهجرة النبوية المباركة، فها نحن في العام الهجري الجديد 1442 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. معناها هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة للمدينة عندها أكثر من 14 قرن، زائد إذا قسنا بعثة الرسول، يعني حياة الرسول صلى الله عليه وسلم أو بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، 13 سنة في مكة المكرمة. يعني الإسلام، هذا الدين العظيم، عنده أكثر من 14 قرن. ما معنى ذلك؟ معناها أيها المسلم، هذا التاريخ في حد ذاته هو معجزة، هو نور، هو تأييد لك. فأنت المسلم المؤمن بالله سبحانه وتعالى تقول سبحان الله، هذا الدين العظيم عنده 14 قرن أكثر، ولم يحرف ولم يبدل، ما زال القرآن هو القرآن، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأركان الإسلام، المبادئ العظيمة، ما زالت هي هي. فتمسك بدينك أيها المسلم، إنك على الحق المبين، لأن الله سبحانه وتعالى وعد، وهو أصدق من وعد: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الأديان السماوية السابقة في القرون الأولى تحرفت، حرفت التوراة والإنجيل، لكن الحمد لله عندما تنظر في الإسلام تجده ثابت، لم يحرف ولم يبدل، فهو الدين الذي وعد الله عز وجل بحفظ كتابه القرآن الكريم، فاللهم لك الحمد يا رب العالمين. أيها الإخوة الأفاضل، هذه وقفة، ولو إن شاء الله حاول اختصروا، حول الهجرة النبوية المباركة وهذا العام الهجري الجديد. لماذا اختارت الأمة أن يكون التاريخ لأحداثها وتاريخها بهجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ طبعاً الصحابة الكرام في زمن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أرادوا أن يخيروا حدث عظيم يبدأ منه ويأرخوا به، فاختاروا ماذا؟ هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، رغم أن الأحداث الأخرى كلها لها أهمية: ميلاد الرسول، بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، غزوة بدر، فتح مكة، كل هذه أحداث عظيمة لا شك في ذلك، لكن الهجرة اختيرت بإجماع الصحابة في خلافة عمر، طبعاً لمكانتها العظيمة المباركة، لأن الهجرة فاصل بين زمنين، الإسلام والصحابة بعد الهجرة شيء وقبل الهجرة شيء. عندما هاجر الصحابة وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم تكونت الأمة وتكونت الدولة القوية التي لها إمام يقودها ولها جيش يحميها، وبدأت الشرائع الإسلامية الأخرى من غير الصلاة فقط
أو العبادات المعروفة، بدأت الشرائع الأخرى تكتمل، اكتمل التشريع الإسلامي ومفهوم الأمة ومفهوم الدولة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. أصبح الصحابة اللي كانوا خايفين في مكة، والرسول صلى الله عليه وسلم الذي كان ينتقل من مكان إلى مكان يبحث عن من ينصره، أو في الطائف أو في غيره، أصبحت الأمة الآن في المدينة المنورة أمة كاملة بمبادئها، بمن يسوسها، أولاة أمورها، بالتشريعات. لهذا هجرة النبي صلى الله عليه وسلم حدث عظيم لهذا الأمة، اليوم تؤرخ بهجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أيها الإخوة، لماذا الهجرة إلى المدينة المنورة؟ هذا أيضا سؤال يطرحه المسلم، الهجرة من مكة إلى المدينة بعد ما كملت المرحلة المكية 13 سنة في مكة، جاءت الهجرة إلى المدينة، واعتبر العام الذي هاجر فيه النبي صلى الله عليه وسلم هو العام الأول الهجري. فلماذا يا ترى؟ لابد أن هناك سراً عظيماً في ذلك. طبعاً الله عز وجل هو الذي اختار المدينة لتكون مهجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا يا ترى؟ طبعاً فيها أسرار وفيها حكم، لأن المدينة المنورة موقعها الاستراتيجي لقبول دولة الإسلام، ومكانتها يعني من مكة المكرمة، فما هي بالأرض البعيدة جدا عن مكة، ولا هي بالأرض القريبة كالطائف مثلا، يعني كما يقول موقع استراتيجي مكانها. لماذا لم يهاجر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الحبشة مثلا؟ مصلحش الحبشة والطائف، مصلحش أن تكون عاصمة الإسلام والمسلم، تصلح المدينة، اختيار الله سبحانه وتعالى. كذلك سكان المدينة الأنصار، وما أدراك ما الأنصار، هيأهم الله عز وجل لأن يكونوا الأنصار الذين نصروا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فاختيار الله عز وجل للمدينة ولسكان المدينة ولهذا الموقع ولهذا المكان حتى تكون عاصمة الإسلام هي مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الإخوة الأفاضل، الهجرة بدأت، لماذا بدأت الهجرة إلى المدينة؟ لماذا لم يكن عاصمة الإسلام في مكة المكرمة؟ حكمة الله سبحانه وتعالى. ثم عندما تدرس الأحداث والتاريخ ترى ذلك، الإسلام ظهر في مكة المكرمة، لكنه لم ينتصر النصر المبين، بقي الإسلام محدود، الصحابة الذين دخلوا في الإسلام عددهم محصور. ثم بعد ذلك توقف الإسلام، توقفت الدعوة وفقد النصير، فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم يبحث عن مكان ينتصر وينتقل إليه ليبلغ رسالة الله سبحانه وتعالى. إذن مكة في ذلك الزمن أصبحت لا تصلح أن تكون يعني موقع انتشار وانطلاق هذه الدعوة وعاصمة للإسلام، فكانت المدينة المنورة. لهذا جاء القرآن، بدأت تنزل الآيات التي ترشد الصحابة إلى الهجرة، لأن الإنسان يا إخواني باش يهاجر يترك بلاده ويترك أهله والمكان مراتع الصبا والمكان الذي نشأ فيه صعب. فبدأ القرآن يهيئ نفوس الصحابة الكرام رضي الله عنهم بالهجرة، وجاءت الهجرة العملية للحبشة الأولى والثانية، وجاء القرآن في كثير من الآيات يرشد إلى السعي والسير في مناكب الأرض، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها، في سورة الكهف، فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. فعندما تهيأت النفوس للهجرة
أذن الله سبحانه وتعالى لهذا الباب أن يُفتح، باب هجرة الصحابة ثم بعد ذلك هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة. أيها الإخوة الأفاضل، عندما أذن الله سبحانه وتعالى بذلك هيأ الله عز وجل الأسباب. ربي عز وجل يحب لك حاجة يدي لك الأسباب. هيأ الله عز وجل الأسباب لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، أذكرها لكم طبعاً مختصرة لأن الهجرة وأحداثها طويلة جداً تحتاج إلى عدة دروس، لكن أختصر لكم هذه المراحل وهذه الأسباب التي جعلها الله عز وجل لهجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أختصرها في يعني نقاط مهمة. أولاً، في سنة 11 للبعثة بدأ الإسلام يدخل إلى المدينة المنورة التي تسمى يثرب، فأسلم نفر من سكان المدينة الأنصار. في 12 للبعثة جاء 12 من الأنصار من سكان المدينة وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم. ثم في 13 للبعثة كانت بيعة العقبة الثانية بعدما نجح مصعب بن عمير سفير الإسلام وسفير الرسول صلى الله عليه وسلم في نصر ونشر الإسلام في المدينة المنورة. جاء الصحابة من الأنصار إلى مكة المكرمة، هذا متى؟ في 13 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، أكثر من 70 وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيعة النصرة والنصرة وبيعة الجهاد، أنهم يحموا رسول الله ويدافعوا عن الإسلام ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وينفقون في العسر واليسر وينصرون في المنشط والمكره. هذه البيعة كانت عظيمة جداً، بيعة النصر هذه، بيعة العقبة الثانية هذه أعظم بيعة في التاريخ. أعظم بيعة في التاريخ هي بيعة الأنصار في السنة 13 لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بيعة ينصروه ويجاهد معه وينفق معه في القليل والكثير، في العسر واليسر، في المنشط والمكر، هذه أعظم بيعة. لهذا إخواني، النبي صلى الله عليه وسلم بعد بيعة العقبة الثانية في 13 البعثة ماذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ طبعاً بعد إذن الله عز وجل أذن بالهجرة إلى المدينة المنورة. هذه مرحلة عظيمة، وبدأت طلائع الهجرة إلى المدينة المنورة. ومن هنا نقول يا إخواني بأن مراحل الهجرة إلى المدينة المنورة المراحل الأساسية تبدأ من هنا. 13 البعثة، بيعة العقبة فتحت الباب، وإذن الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابة بالهجرة، فبدأوا يهاجرون، بدأ يهاجرون الواحد تلك الآخر، جماعات وفرادى إلى آخره. هنا طبعاً هاجر الصحابة كلهم إلا المستضعفين، إلا المستضعفين، لأن الله عز وجل عذرهم سبحانه وتعالى. قال عز وجل: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. الإسلام لا يرضى الذلة، واحد قاعد في مكان لا يقيم شعائر الله، لا يسمح له بالعبادات وراضي بالذل بالهوان، هذا والعياذ بالله. قال: أولئك مأواهم جهنم. الإسلام ما يرضاش بالذل، واحد يبقى ذليل لا يعبد الله عز وجل ولا يسمح له بإقامة الشعائر. لهذا جاء الوعد، جاء الوعيد الشديد لهؤلاء
رغم أنهم مسلمون. فبدأ الصحابة يهاجرون إلا المستضعفين كما قلت لكم، وإلا من أبقاهم الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. ثم طبعا كان الرسول صلى الله عليه وسلم ينتظر الإذن من الله سبحانه وتعالى للهجرة إلى المدينة المنورة. ثم بعد ذلك جاء الإذن، وكانت الرحلة المباركة، وكانت الهجرة العظيمة، هجرة سيد البشر صلى الله عليه وآله وسلم. طبعاً أعطيكم فقط باختصار يا إخواني حتى يعرف الإنسان المسلم هذه الهجرة المباركة، هجرة عظيمة جداً، أعظم هجرة في التاريخ، هجرة سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم. المشركون أرادوا أن يمنعوه، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. المشركون أرادوا المكر وأرادوا أن يمنعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحبسوه أو ينفوه أو يقتلوه، لكن نصره الله سبحانه وتعالى. إلا تنصروه فقد نصره الله إذا خرجه الذين كفروا ثاني اثنين، إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وحاصروا رسول الله فأعمى الله أبصارهم، وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم إلى صاحبه ورفيق دربه أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وقال له إن الله أذن لي بالهجرة، قال الصحبة يا رسول الله؟ قال أجل. فبكى أبو بكر من فرحه بصحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الهجرة المباركة، إذ يقول لصاحبه لا تحزن. من هو صاحبه؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فاعرف فضل أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وفضل آل أبي بكر الصديق في هذه الهجرة المباركة، كان لهم فضل عظيم يطول الحديث لو فصلنا في فضل أبي بكر وآل أبي بكر في هذه الهجرة المباركة. فأسماء رضي الله عنها وابن أبي بكر الصديق ومولى أبي بكر الصديق وما قاموا به في هذه الهجرة المباركة العظيمة. خرج النبي صلى الله عليه وسلم بعدما اتخذ كل الأسباب، هذه الهجرة درس عظيم في اتخاذ الأسباب وفي معنى التوكل على الله عز وجل. تعرفوا يا إخواني الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الهجرة كل الأسباب حتى الصغيرة، كل الاحتياطات كلها اتخذها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وأعطيكم باختصار حتى نفهم حقيقة التوكل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. اختاروا، هيئوا الرواحل يعني وسيلة السفر، هيئوا الزاد، هيئوا المكان الذي يختبئون فيه، هيئوا من يأتيهم بالزاد، هيئوا من يخفي الأثر، الجرة تاع الصحابة، هيئوا الدليل يعني الذي يعطيهم الطريق، الدليل في الطريق، هيئوا كم يختبئون وخططوا كم يختبئون في الغار، وما هي الطريق الذي يسلكون هؤلاء المدينة المنورة. كل الوسائل الصغيرة والكبيرة هيئوها وخططوا لها، فكانت درسا عظيما في التوكل. بعض الناس يقول لك أنا جيعان وأنا فقير، وهو قامع في بيته لا يحرك ساكنا، يقول لك توكلت على الله. لا، هذا لم يفهم حقيقة التوكل. ويقرأ قصة الهجرة
تفهم حقيقة التوكل. ثم بعد ذلك عندما يتخذ الأسباب وتفقد الأسباب، تفقد الأسباب، يبقى توكل القلوب على علام الغيوب الحي القيوم سبحانه وتعالى. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذهب للغار وجاء المشركون يبحثون عنه وحاصروا الغار، ماذا قال الصديق؟ قال الصديق: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. أي واحد يطل هك، لو يطل يشوف محمد وأبا بكر. ماذا قال؟ قال: لا تحزن، إن الله معنا، ما بالك برجلين الله ثالثهما، حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا حقيقة التوكل يا إخواني. ثم بعد البقاء في غار ثور 3 أيام، لماذا 3 أيام؟ شوفوا التوكل، حقيقة التوكل، حتى تهدأ المطالبة. يعني كما نقول احنا بالدارجة، قريش تبرد خلاص، قريش بحثت 3 أيام تبحث الرسول، يأست خلاص. فبعد 3 أيام في الغار انطلق الركب الميمون المكون من رسول الله سيد البشر صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، و عبد الله بن أريقط، هذا الدليل، الدليل الذي نعتلهم الطريق ويقودهم في هذا الطريق، ومولى أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فهم 4. فانطلق هذا الركب الميمون في هذه الهجرة المباركة. وشوفوا يعني سبحان الله حقيقة التوكل والاعتماد على الله عز وجل والاتخاذ أسباب. المدينة المنورة بالنسبة لمكة هي في جهة الشمال، فالرسول صلى الله عليه وسلم عندما انطلقوا ذهبوا إلى الجنوب جهة اليمن تعمية للأبصار واتخاذا للأسباب، زادوا هبطوا جهة الجنوب. ثم انطلقوا ومشوا في مكان، ساروا في طريق لا تعرفه الناس، قل من يسلك عليه احتياطا. هذه حقيقة التوكل في هذه الهجرة الطيبة المباركة. وانطلق وكانت عناية الله عز وجل تحمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحفظ الله، وعين الله التي لا تنم تحفظ وتكلأ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانطلقوا في رحلة مباركة مليئة بالمخاطر محفوفة بالمهالك، لكن حفظ الله عز وجل كان أعظم. وصدق يعقوب: فالله خير حفظا، فالله خير حافظا، وهو أرحم الراحمين. لهذا حمي الرسول صلى الله عليه وسلم من كل من يتربص به كسراقة بن مالك الذي أراد أن يقبض الرسول صلى الله عليه وسلم، فحماه الله عز وجل. وقصة سراقة قصة لطيفة أرجع إليها في السيرة المباركة لو أريد أن أطيل عليكم. وقعت المعجزات تأييد الله عز وجل، كقصة أم معبد وخيمة أم معبد، وحلب الشاة، الشاة الضعيفة الهزيلة التي ما فيها قطرة حليب، حلبها الرسول صلى الله عليه وسلم وشرب الجميع وارتووا، وملأ الرسول صلى الله عليه وسلم الإناء، إناء أم معبد الذي يروي الرهط، وتركه بحليبه، معجزة عظيمة. وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة المباركة، ووصل إلى المدينة المنورة، وصل إلى قباء، وكانت رحلة مباركة، وكان وصولاً مباركاً عظيماً لم تعرف البشرية مثله أبداً، ولن تعرف رحلةً ووصولاً ونزولاً مباركاً كنزول رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة. لهذا قال أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم أنار في المدينة كل شيء. يا سبحان الله، كل شيء نور، كل شيء نور برسول الله، فسميت المدينة المنورة، نورت برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكانت تسمى يثرباً
فحولت إلى مدينة رسول الله المنورة عليه الصلاة والسلام، وكانت هذه الهجرة المباركة رضي الله عن أبطالها. عندما نتكلم عن الهجرة المباركة إخواني نتكلم عن أبطال الهجرة المباركة. من هم أبطال الهجرة هذه الهجرة إخواني؟ طبعا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو على رأسهم، الذين قال الله عز وجل فيهم، اسمعوا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوه، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحت الأنهار. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، هذم هم أبطال الهجرة الهجرة النبوية، والذين قال الله عز وجل فيهم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم، وقال عز وجل: والذين تبوأوا الدار والإيمان هم الأنصار رضي الله عنهم. فيا إخواني، لا تقبل أحداً كائناً من كان يطعن في أصحاب رسول الله، لا تقبل منه صرفاً ولا عدلاً، كل من يطعن في أصحاب رسول الله من المهاجرين والأنصار لا تقبل منهم شيئاً ولا تسمعوا لكلامهم، فإنه كلام باطل مزور. الذين يسبون أبا بكر الصديق، يسبون عمر، يسبون أم عائشة، يا سبحان الله، كيف هؤلاء رضي الله عنهم ثم بعد ذلك يقعون فيهم وفي أعراضهم؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. رب عز وجل قال رضي الله عنهم ورضوا عنه، قال فيهم: لقد رضي الله عن لقد رضي الله عن الذين يبايعونك تحت الشجرة. ربي سبحانه ورضى عنهم في القرآن أثبتها، فكيف بعد ذلك يسخط عنهم؟ حاشا لله ومعاذ الله أن يختار الله عز وجل لرسوله أناساً صادقين ينصرونه ثم بعد ذلك يكون فيه من العيوب التي يتهمون بها زوراً وبهتاناً والعياذ بالله. فالهجرة النبوية وسام شرف للمهاجرين، لهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان من المهاجرين. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لولا الهجرة لكنت من الأنصار. ودعا للأنصار وأبناء الأنصار، فهؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنهم. ووصل النبي صلى الله عليه وسلم في 12 ربيع الأول إلى المدينة المنورة، وكان فتحاً مبيناً ونصراً عظيماً، وبدأ بناء المجتمع، بدأ بناء المجتمع المسلم العظيم على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن بدأت الأمة الإسلامية تكتمل أركانها، بدأت الدولة الإسلامية تكتمل أركانها، بدأت الحريات، بدأت الشرائع تكتمل في المدينة المنورة، ثم انطلقت بعد ذلك في مشارق الأرض وفي مغاربها. كانت إخواني هذه الوقفة على قصرها وقفة مباركة مع هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومع هذا العام الهجري الجديد الذي نحن فيه بين مخافتين، بين مخافتين إخواني. ما هما المخافتان؟ يعني الزواج يخافوا منهم، يعني نخاف مما سبق ونخاف مما يأتي. كيف ذلك؟ نخاف مما سبق، لا يدري الله عز وجل، المسلم لا يدري الله عز وجل ما هو فاعل فيه، عدنا ذنوب وعدنا سيئات وعدنا أعمال صالحة، لا تدري أتقبل أعمالك الصالحة ولا تدري أتغفر ذنوبك وسيئاتك ولا لا، فأنت خائف مما سبق وأنت خائف مما يأتي من الزمن، لأنه غيب لا تدري ما الله عز وجل قاض فيه وش يقضي لك ربي عز وجل في الزمن الآتي. لكن أملنا في الله عز وجل
أن يقضي لنا قضاء خير وقضاء رشد وثباتا على هذا الدين وتوفيقا لكل خير ورفعا لهذا البلاء وهذا الوباء وهذا المرض بإذن الله سبحانه وتعالى. فنحن دائما نحسن الظن بالله ونأمل في رحمة الله عز وجل أن تكون هذه السنة 1442 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم عام خير وعام نصر وعام فتح لهذه الأمة ورفعا لهذه الوباء بإذن الله تعالى. في بداية هذه السنة تكون سنة مباركة بإذن الله تعالى وسنة توبة وأوبة وإنابة ورجوع إلى الله عز وجل وسنة محاسبة نحاسب أنفسنا يا إخواني فيما فرطنا وقصرنا في طاعة الله سبحانه وتعالى. اللهم اجعل هذه السنة سنة مباركة ميمونة يا رب العالمين، عامرة بطاعتك وعامرة بحسن عبادتك يا رب العالمين. اللهم يا أرحم الراحمين اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم، ووفقنا فيما يستقبل يا كريم يا قديم الإحسان يا ولي المؤمنين. اللهم اشف كل مريض، اللهم اشف كل مريض، اللهم اشف مرضانا الذين أصابهم هذا الوباء يا رب العالمين. اللهم اشفهم وارفع عنهم الضر برحمتك يا كريم يا عظيم. اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا الذين ماتوا بهذا الوباء، اللهم اجعلهم عندك من الشهداء يا واسع المغفرة يا رب الأرض والسماء. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم ارفع عنا هذا الوباء، اللهم ادفعه عنا. اللهم يا رب العالمين رحمة منك وفضلا وكرما ارفع عنا هذا الوباء برحمتك يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل الجزائر وسائر بلاد المسلمين آمنة مطمئنة سخاء رخاء، وفق ولاة أمورنا للخير والرشاد وما فيه صلاح البلاد والعباد. اللهم آمين آمين. وشكر الله استماعكم، بارك الله فيكم، والحمد لله رب العالمين.